هيروشيما ناكازاكي. السلام عليكم. لم يكن في نية أوبنهايمر تدمير البشرية عندما اخترع القنبلة الذرية، كما أنه لم يكن في نية نوبل التدمير عندما اخترع الديناميت، فكانوا يريدون استغلال ذلك في تطور البشرية كالمناجم والطقس وغير ذلك. لكن للأسف هناك من يتأبط الشر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكيف تشتغل القنبلة الذرية؟ وكيف تصنع؟ وما علاقتها مع ألبرت أينشتاين؟ ولماذا بعض الدول تمتلكها وأخرى لا تمتلكها؟ معكم ألفا محب، مرحبا بكم في عالم القنبلة الذرية. فالذرة تتكون من نواة وإلكترونات محيطة بها، والنواة تتكون من بروتونات ونوترونات. فالإلكترونات تحمل الشحنة السالبة والبروتونات تحمل الشحنة الموجبة، بين النوترونات لا شحنة لها فهي محايدة. فكسب إلكترون أو فقدانه من السحابة الإلكترونية ليس له أهمية طاقية، بينما تغير بروتون أو نوترون يؤدي إلى تحرير طاقة كبيرة جدا. فلو استطعنا أن نكسر النواة فسنحرر طاقة كبيرة، لذلك سميت بالقنبلة الذرية أو القنبلة النووية على مستوى نواة الذرة. فالعلماء اختاروا العنصر الأثقل في الجدول الدوري وهو عنصر اليورانيوم 238، أثقل عنصر متواجد. لكن هذا العنصر مستقر جدا وصعب أن تكسره، فلكي تحرر هذه الطاقة أنت محتاج لطاقة أكبر من ذلك، إذن غير ممكن ذلك. فلجأ العلماء إلى نظير اليورانيوم، أي الإيزوتوب ديالو، الكتلة ديالو هذه المرة 235، أقل من الكتلة ديال اليورانيوم 238، مختلفة. ولحسن الحظ أن هذا العنصر غير مستقر، لو قذفناه بطاقة قليلة سنربح طاقة هائلة ومهولة. فلذلك تم بعث نوترون إلى نواة عنصر اليورانيوم التي انشطرت وانقسمت إلى عنصرين مهمين هما الكريبتون والباريوم، وكذلك تحرير ثلاثة نوترونات التي بدورها ستصطدم بنواة أخرى من اليورانيوم، وسيتم ذلك وفق تسلسلات وانقسامات مع تحرير طاقة هائلة ومهمة وكبيرة جدا، وسيحصل بعد ذلك انفجار هائل. هذا هو مبدأ القنبلة الذرية، فهي مشتغلة بمعادلة ألبرت أينشتاين التي تقول أن الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء تساوي الطاقة. ولما عرف أينشتاين بأن المعادلة استخدمت للتفجير لصناعة القنبلة الذرية قال: كنت تمنيت لو كنت صانع ساعات عن كوني عالم ووضعت معادلة وسخرت في تدمير البشرية. نكتفي بهذا القدر، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله الذي سيحتوي على لماذا بعض الدول لا تمتلك القنبلة الذرية والبعض الآخر يمتلكها. لا تنسوا الضغط على أبوني وكذلك الجرس لكي يصلك الفيديو القادم إن شاء الله، وكذلك ممكن تحفزنا وتشجعنا بتعليق أو بالضغط على اللايك.